السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر اكتشف برايمري 1 او الصف الاول الابتدائي ترم 2 او الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 او الفصل الاول ستوري تيلينج اخبار القصص، وطبعا ده في المحور الرابع كوميونيكيشن يعني التواصل او الاتصال. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت يا اصحابي شرح page 91 او صفحة 91، وpage 92 هي صفحة فاضية. فنبتدي النهاردة نشرح page 93 او صفحة 93، وعنوانها thinking about my trip census. thinking about يعني التفكير في، my trip census الحواس اللي انا استخدمتها في التريب بتاعتي او في الرحلة القصيرة بتاعتي. واحنا كنا افترضنا المرة اللي فاتت ان احنا كتبنا ستوري صغيرة رحنا فيها الاسكندرية وسميناها الكسندريا تريب او رحلتي الى الاسكندرية. كنا رحنا فيها مع بابا وماما الكسندريا، ورحنا عند البحر وكمان اكلنا وجبة صغيرة، وفي الاخر رجعنا بيتنا واحنا مبسوطين. وكانت الستوري الجميلة بتاعتنا دي البيجينينج بتاعتها واحنا رايحين، والميدل بتاعها واحنا عند البحر واحنا بناكل الوجبة الجميلة بتاعتنا، وكمان الاند بتاعتها او النهاية بتاعتها لما رجعنا البيت بتاعنا وكنا مبسوطين. وكمان قلنا we had great time او ان احنا قضينا وقت جميل واستمتعنا بوقتنا خالص. النهاردة بيقول لنا thinking يعني التفكير، thinking about التفكير في، my trip يعني رحلاتي القصيرة، senses طبعا الحواس بتاعتنا اللي هي الفايف senses زي ما احنا عارفينها. فهنا بيقول لنا احنا استخدمنا السنسس بتاعتنا في التريب الصغيرة اللي احنا عملناها. هيسألنا دلوقتي يا اصحابي ويقول لنا ازاي احنا استخدمنا السنسس بتاعتنا او الحواس بتاعتنا في التريب او في الرحلة اللي احنا عملناها. فبيقول لنا هنا complete يعني اكمل، each sentence يعني كل جملة، to describe لتصف، علشان توصف، your trip الرحلة بتاعتك. بيقول لك هنا you will not use يعني انت لن تستخدم all of the senses كل الحواس in your final story في القصة النهائية بتاعتك. فطبعا انت مش لازم تكون استخدمت كل السنسز بتاعتك او كل الحواس بتاعتك في الستوري او في القصة اللي انت كتبتها. فهنا بيقول لنا مرة تانية ان احنا نعمل complete او ان احنا نكمل كل جملة او each sentence to describe علشان نوصف التريب او your trip الرحلة الصغيرة بتاعتك. فاول حاسة زي ما احنا عارفين هي حاسة السايت او الابصار. طبعا حاسة السايت او الابصار ايه هو البادي بارت او جزء الجسم اللي بنعمل بيه حاسة السايت او الابصار؟ طبعا هو الاي او العين، بنستخدم our eye او عيننا علشان نشوف الحاجات. فهنا حاسة السايت او الابصار بيسألنا عنها وبيقول لنا what did you see on your trip يعني ماذا رأيت، did you see انت شفت ايه on your trip في الرحلة بتاعتك. احنا المفروض شفنا ايه يا اصحابي؟ مثلا في التريب بتاعتنا احنا شفنا البحر. فهنا بيقول I saw يعني انا رأيت، وso طبعا هي الماضي بتاع see يعني انا رأيت فعلا، I saw انا رأيت، وهنكتب هنا مثلا the sea البحر، لان احنا في التريب اللي احنا اتكلمنا عليها احنا رحنا الكسندرية، فروحنا نشوف ايه؟ رحنا نشوف the sea او البحر. فهنكتب هنا زي ما احنا شايفين قدامنا the sea.
طب في السنس التانية او الحاسة التانية المفروض هي حاسة الساوند، الساوند او السمع. ايه هو البودي بارت او جزء الجسم اللي احنا بنعمل بيه حاسة الساوند، الساوند او السمع؟ شاطرين كلكم، هي طبعا الاير، الاير او الاذن، احنا بنسمع بودننا او بالاذن بتاعتنا. فهنا بيسألنا عن حاسة الساوند او السمع وبيقول لنا What did you hear? What did you hear? يعني ما الذي سمعته on your trip? On your trip في الرحلة بتاعتك، انت سمعت ايه في الرحلة بتاعتك؟ What ما او ماذا؟ Did you hear? Did you hear ان انت سمعت on your trip? On your trip في الرحلة بتاعتك. فالمفروض ان احنا سمعنا ايه؟ احنا سمعنا مثلا صوت البحر والامواج. فهو بيقول لنا هنا I heard, I heard، وطبعا heard هنا الماضي بتاع hear، hear يسمع، heard سمعت، انا سمعت، I heard، I heard ايه مثلا؟ sea sound، the sea sound او صوت البحر. مفروض نكتب هنا the sea sound او صوت البحر. لو حد كاتب مثلا ستوري تانية فيها trip تانية ممكن يقول الحاجة اللي هو سمعها في الستوري بتاعته، فاحنا هنكتب هنا the sea sound او صوت البحر. طب في السنس التالتة او الحاسة التالتة، وهي حاسة السميل، السميل او الشم. طبعا ايه هو البادي بارت او جزء الجسم اللي احنا بنعمل بيه سميلنج او ان احنا بنعمل بيه حاسة الشم؟ شاطرين، هي النوز، النوز او الانف. فهنا بيسألنا عن حاسة السميل او الشم وبيقول لنا What did you smell on your trip? What did you smell on your trip? يعني انت شميت ايه في الرحلة بتاعتك؟ فهنا احنا المفروض ان احنا رحنا عند البحر، والبحر المية بتاعته ملحة، فيها ملح. فهنا بيقول لنا I smelled، I smelled يعني انا شميت، وسميلد طبعا هي الماضي بتاع smell، smell يعني يشم، smelled، smelled يعني شميت. خلاص I smelled، I smelled ايه مثلا؟ ممكن نكتب هنا salty air، salty air يعني هواء في ملح، الهواء بتاع البحر ده بنسميه salty air او هواء في ريحة الملح بتاع البحر. ف I smelled salty air او انا شميت ريحة الهواء بتاع البحر. طب في السنس اللي بعد كده، وهي السنس بتاعت التيست، تيست طبعا اللي هي حاسة التذوق، ايه هو البادي بارت او جزء الجسم اللي احنا بنعمل بيه تيست او تذوق؟ شاطرين، الماوس، الماوس او الفم. احنا بنتذوق الحاجات لما بندقها او بنتذوقها with our mouth، with our mouth او بفمنا. فهنا بيسألنا عن حاسة التيست وبيقول لنا What did you eat? What did you eat? ما الذي اكلته while on your trip، بينما انت في رحلتك. while طبعا يعني بينما، يعني ساعة ما انت كنت في الرحلة بتاعتك. what did you eat؟ eat طبعا يأكل، وده في المضارع. فهنا بيقول لنا I ate، ate يعني انا اكلت، و ate طبعا هي الماضي بتاعت eat، ate اكل. I ate، انا اكلت مثلا ايه؟ ممكن نقول fried fish، سمك مقلي او سمك مشوي. فممكن نكتب هنا I ate fish، انا اكلت سمك. I ate fish، انا اكلت سمك. طب وفي الحاسة الاخيرة، وهي حاسة التاتش، التاتش اللي هي اللمس طبعا يا اصحابي. وايه هو البادي بارت او الجزء بتاع الجسم اللي احنا ممكن نعمل بيه تاتش او نلبس بيه الحاجات؟ طبعا مفيش اسهل من ان احنا نلمس الحاجات with our hand، with our hand بايدينا. فحاسة التاتش احنا دايما بنلمس الحاجات او بنمسكها with our hands او بايدينا. فحاسة التاتش بتكون عن طريق الايد مثلا. فهنا بيقول لك وبيسألك عن حاسة التاتش او اللمس، وبيقول لك what did you touch، ما الذي لمسته while، بينما on your trip، وانت في الرحلة بتاعتك. What did you touch while on your trip؟ ما الذي لمسته وانت في الرحلة بتاعتك؟ ايه اللي انت ممكن تكون لمسته وانت في الرحلة بتاعتك؟
فهنا بيقول I touched. I touched يعني أنا لمست، و touched هنا يا أصحابي with ايدي ده الماضي بتاع touch أو يلمس. touch يلمس، touched لمست، لمس بالفعل يعني، ده في الماضي. I touched أنا لمست. ممكن مثلا نقول the sea water. the sea water أو مياه البحر. I touched the sea water أو مياه البحر. I touched the sea water أو مياه البحر زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون حلينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 95 أو صفحة 95، وعنوانها story time. story time يعني وقت القصة، story يعني قصة، وtime time يعني وقت. وهنا يا أصحابي لسه بيتكلم معانا عن الفايف سنسس أو عن الحواس الخمسة بتاعتنا، وإزاي هي مهمة وإحنا بنحكي وإحنا بنكتب story أو إحنا بنعمل أو إحنا بنألف story، وإزاي كمان هي مهمة وإحنا بنسمع story أو حد بيحكي لنا story معينة. فهي مهمة جدا بالنسبة لنا وإحنا بنألف story أو while we are writing story. هي مهمة جدا الفايف سنسس، هي مهمة جدا، لأن إحنا طبعا لازم الكاركترز اللي إحنا هنستخدمهم في الستوري بتاعتنا هيستخدموا بعض الحواس بتاعتهم علشان خاطر الأحداث بتاعت الستوري تبقى جميلة وشيقة. ولو حد بيحكي لنا ستوري أو إحنا بنقرأ ستوري معينة، أكيد برضو الستوري دي الشخصيات اللي فيها أو الكاركترز اللي فيها استخدمت السنسس بتاعتها أو الحواس بتاعتها وهي في الأحداث بتاعت أو هي في الإيفنتس بتاعت الستوري دي. فهنا أهمية الفايف سنسس أو الحواس الخمسة مهمة جدا، لأن هي بتخلينا نتخيل الأحداث أو الإيفنتس بتاعت الستوري بشكل أكبر، وبالتالي نستمتع بالستوري بشكل أكتر. وطبعا هنا لسه بنكمل زي ما قلنا الحديث أو الكلام عن الفايف سنسس، فبيقول لنا read the passages below يعني اقرأ القطع المكتوبة بالأسفل. use the key يعني استخدم المفتاح. to highlight علشان توضح أو تسلط الضوء عليه يعني عشان خاطر توضح. words الكلمات. describing اللي بتصف. sight الإبصار. sound السمع. smell الشم. taste التذوق. and touch واللمس. in the correct color باللون الصحيح. فهنا يا أصحابي هو مدينا two passages أو قطعتين مكتوبين، ومدينا فيهم كلمات كتيرة. الكلمات دي بتتكلم عن حاجة معينة، احنا المفروض ان احنا هنعلم على الكلمات اللي بتعبر او بتعمل describing او بتصف اي حاسة من الفايف سنسس اللي احنا عارفينهم، اللي هما السايت والساوند والسمل والتيست والتاتش. وهو هنا مدينا rectangle كده موجود فيه زي ما احنا شايفين قدامنا، فايف سنسس color key او مفتاح الالوان بتاع الفايف سنسس او الحواس الخمسة. فبيقول لنا هنستخدم البلو او الازرق علشان خاطر نحدد الكلمات اللي بتتكلم او بتعمل describing او بتصف اي حاجة ليها علاقة بحاسة السايت او الابصار. وكتب لنا هنا بين قوسين الاي او العين، لان الاي هي البادي بارت او جزء الجسم اللي احنا بنعمل بيه ايه يا اصحابي، بنعمل بيه سايت او بنعمل بيه الابصار. وبيقول لنا هنا اليلو او الاصفر علشان نعمل بيه هايلايتنج، علشان نعمل بيه هايلايتنج او نحدد بيه الكلمات اللي بتعمل ديسكرايبنج او بتعمل وصف لأي حاجة ليها علاقة بحاسة الساوند او السمع اللي احنا بنستخدم فيها الاير او الاذن علشان نقدر نعمل عملية الهيرنج او السمع. فهنعمل عليها او هنعلمها بايه؟ باليلو كولر او باللون الاصفر. وبيقول لنا هنا كمان الجرين او الاخضر علشان نعمل بيه هايلايتنج او نحدد بيه اي كلمات مكتوبة
بتعمل ديسكرايبنج او بتعمل وصف لحاسه السميل، السميل او الشم. طبعا البادي بارت اللي احنا بنعمل بيه السميل اللي هي النوز او الانف زي ما هو كاتب لنا كده، وبيقول لنا الريد كولر او اللون الاحمر علشان نعمل بيه هايلايت او نعمل بيه عمليه تحديد للكلمات اللي بتعمل ديسكرايبنج لحاسه التست او التذوق. وطبعا احنا بنعمل تيست او بنتذوق الحاجات بايه؟ بالماوس او بالفم زي ما قلنا من شويه. واخر حاجه بيقول لنا الاورنج او البرتقالي علشان نعمل هايلايت للكلمات اللي بتعمل ديسكرايبنج للكلمات اللي ليها علاقه بحاسه التاتش او اللمس. وهنا بيقول لنا احنا ممكن نعمل تاتش للحاجات اللي موجوده حوالينا with fingers اللي هي الاصابع، الفينجرز اللي هي الاصابع، فينجر يعني اصبع. كده عرفنا الكالر كي او مفتاح الالوان اللي احنا المفروض هنعمل بيه هايلايتنج او هنعمل بيه عملية تحديد لاي كلمة من الكلمات الموجودة في القطع او في الباساجس الموجودة في البيج هنا ليها علاقة باي سنس من الفايف سنسس المختلفة. تعالوا بقى نقرأ الباساجس او الباراجرافز الموجودين في البيج هنا ونحدد كل كلمة لها علاقة بأي سنس من السنسز دي باللون الصحيح بتاعها أو in the correct color. فبيقول لنا هنا يا أصحابي a girl يعني بنت، was on her way on her way في طريقها to school إلى المدرسة. البنت دي كانت في طريقها للمدرسة. A girl was on her way to school. بنت كانت في طريقها للمدرسة. When she saw يعني عندما هي رأت. saw دي بتعبر عن حاسة ايه يا اصحابي؟ شاطرين، حاسة السايت او الابصار. وهو قال لنا ايه يا اصحابي؟ قال لنا السايت او الابصار نعبر عنها ب which color او بأي لون. شاطرين، البلو. فنعمل تحت سو هنا underline او خط كده باللون البلو او الازرق زي ما احنا شايفين قدامنا. يبقى when she saw عندما هي رأت a shiny black rock. shiny يعني لامع، اي حاجة بتلمع بنقول عليها shiny. black rock يعني حجر اسود. shiny black rock يعني حجر اسود بيلمع. She reached down to pick it up. pick it up دي أصحابي بتعبر عن حاسة ايه؟ شاطرين، حاسة التوتش لان هي هتمسكه هتلتقطه. pick it up يعني تلتقطه، هي هتلتقطه يعني هتمسكه بايدها، يعني هتعمل عملية ايه؟ عملية touch. وهو لنا في الكالر كي التوتش اللون الخاص بيها او which color. شاطرين، الاورنج. يبقى هنعمل pick it up هنا تحتها underline او خط باللون الاورنج زي ما احنا شايفين قدامنا. فهي she reached down to pick it up، هي انحنت علشان تلتقطه. ففي السطر الاخير بيقول لنا the rock الحجر was hard كان خشن، كان في اجزاء في خشنة and smooth وكان في اجزاء تانية ناعمة. hard and smooth دي بتعبر عن ايه يا اصحابي؟ شاطرين، بتعبر برضو عن التوتش، الملمس بتاعه كان في اجزاء hard او خشنة واجزاء تانية smooth او ناعمة، فده بيعبر عن التوتش او الملمس بتاعه. وهو قال لنا التوتش او اللمس بنعبر عنها with which color او بأي لون. شاطرين، بالاورنج. فهنعمل underline او خط كده موجود تحت كلمة hard and smooth with orange color باللون البرتقالي علشان خاطر نعلم ان الكلمات دي بتعمل describing او بتعمل وصف لسنس من الفايف senses او من الحواس الخمسة. طب تعالوا نروح للباراجراف التاني او القطعة التانية اللي مكتوبة في البيج دي. هو بيقول لنا فيها a boy يعني ولد went fishing. went يعني ذهب،
fishing ليصطاد، يبقى boy went fishing يعني ولد راح علشان يصطاد. he smelled يعني هو شم. smelled هنا يا أصحابي بتعبر عن which sense أو عن أي حاسة من الحواس الخمسة. شاطرين، عن حاسة السميل. طب هو قال لنا السميلينج أو السميل الحاسة بتاعت الشم بنعبر عنها with which color أو بأي لون. شاطرين، هو قال لنا بالجرين أو باللون الأخضر، فهنحط underline أو خط تحت كلمة he smelled with green color أو باللون الأخضر زي ما احنا شايفين قدامنا، علشان نعمل عليها highlighting أو نحددها ان هي بتعمل describing lessons من ال 5 senses. he smelled the salty air، هو شم ريحة الهواء المالح، الهواء بتاع المية المالحة زي ما احنا قلنا قبل كده. فهو he smelled the salty air أو هو شم رائحة الهواء بتاع البحر، الهواء المالح. the boy almost caught، almost يعني غالبا أو تقريبا، almost يعني غالبا أو تقريبا، caught caught أمسك بي a fish، يبقى هو غالبا أو تقريبا caught a fish يعني مسك سمكة. he heard يعني هو سمع. heard أو سمع دي ليها علاقة بأي sense أو which sense، أي حاسة من الحواس الخمسة. شاطرين، ليها دعوة بحاسة الساوند، الساوند أو السمع. طب he heard يعني هو سمع، فحاسة الساوند احنا بنعبر عنها with which color أو بأي لون. شاطرين، باليلو أو بالأصفر، فنعمل تحت منها underline علشان نعمل ليها highlighting كده أو نحددها ان ليها دعوة أو ان هي بتعمل describing لسنس من الفايف سنسس أو لحاسة من الحواس الخمسة. يبقى he heard هو سمع the fish السمكة splash يعني بتحاول ان هي تسبح بعيد، splash يعني تحاول تهرب كده وتسبح بعيد in the water طبعا. يبقى مرة تانية he heard the fish splash in the water، هو سمع السمكة وهي بتحاول أو بتحاول تسبح بعيد in the water في المية. before it got away got away يعني هربت، the expression على بعضه، get away يعني بيهرب زي escape بالضبط، ف got away يعني هربت خلاص قبل ما هي تهرب فعلا. فهو سمعها وهي بتحاول تسبح بعيد عن السنارة بتاعته before it got away، قبل ما هي تهرب منه بالفعل. وبكده يا أصحابي احنا عملنا highlighting أو عملنا عملية تحديد للwords أو الكلمات اللي بتعمل describing أو وصف لكل sense من الfive senses المختلفة اللي احنا عارفينهم، اللي هم السايت والساوند والسميل والتيست والتوتش كمان. واستخدمنا الكالر كي او المفتاح بتاع الالوان اللي هو ادهولنا وقال لنا عليه علشان نعمل عملية الهايلايتنج دي او نعمل عملية التحديد دي للكلمات دي. واستخدمنا الكوريكت كالر او اللون الصحيح الخاص بكل سنس من السنسس المختلفة. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 97 او صفحة 97 وعنوانها describing يعني وصف my trip رحلتي القصيرة. يبقى describing my trip يعني الوصف الخاص بالرحلة بتاعتي، الرحلة القصيرة بتاعتي. فهنا بيقول لنا أصحابي describe the setting يعني أوصف place أو المكان اللي انت كنت فيه. Characters الشخصيات اللي كانت موجودة في التريب بتاعتك أو في الرحلة بتاعتك. And events والأحداث كمان، الأحداث اللي حصلت في التريب بتاعتك. يبقى أنت هتعمل describing لثلاث حاجات أو هتعمل describe لثلاث حاجات: setting أو الأماكن، والcharacters أو الشخصيات، and events والأحداث كمان. فأنا بيقول لنا يا أصحابي أول حاجة where يعني أين،
وأين طبعا هي الأداة اللي بنستخدمها علشان نسأل عن المكان أو عن place أو عن setting. فلما بسأل where يبقى أنا بسأل عن مكان حاجة معينة. وطبعا يا أصحابي في درس موجود على القناة خاص بإزاي تكون سؤال وإزاي تعمل سؤال بشكل صحيح. الدرس ده موجود عندكو، هيساعدكو كويس جدا ان انتو تقدروا تكونوا سؤال بشكل سليم وتستخدموا ادوات الاستفهام الصحيحة علشان تسألوا على اي حاجة انتو حابين تتكلموا عنها. فهنا بيقول لنا where يعني اين. did you go on your trip، انت ذهبت في الرحلة بتاعتك، on your trip في رحلتك. where did you go on your trip، اين ذهبت في الرحلة بتاعتك. فاحنا الستوري او القصة الصغيرة بتاعتنا قلنا ان احنا رحنا الكسندرية او الاسكندرية. ممكن حد تاني يكتب another place او مكان تاني، فهو هيكتبه في الاجابة هنا. فهنا كاتب لنا setting او المكان طبعا، وبيقول I went to يعني انا ذهبت. وwent طبعا يا اصحابي هي الماضي بتاع go يعني يذهب. went الماضي بتاعها يعني ذهب خلاص راح فعلا. I went to انا ذهبت الى. وهنكتب هنا Alexandria او الاسكندرية. on my trip هو كتب لنا هنا on my trip في الرحلة بتاعتي، يبقى I went to Alexandria on my trip، انا رحت الاسكندرية في الرحلة بتاعتي. وهنا كملنا الجزء بتاع السيتنج زي ما احنا شايفين قدامنا. طب تاني سؤال بيقول لنا هو يعني من. وهو طبعا هي الكلمة اللي بنسأل بيها عن الاشخاص. لما انا عايز اسألك عن شخص معين بقول لك هو يعني من، مين يعني. هو went on the trip with you، هو went يعني من الذي ذهب، on the trip في الرحلة، with you يعني معاك، with يعني مع، you انت، with you معك، مين اللي راح معاك في الرحلة بتاعتك. وزي ما قلنا هو يعني من، ودي السؤال عن الاشخاص عن الناس. who went on the trip with you. فهنا طبعا بيوضح لنا ان السؤال ده خاص بالكاركترز، الكاركترز او الشخصيات اللي موجودة او الشخصيات اللي راحت معاك في التريب بتاعتك. فهنا بيقول I went on my trip في الرحلة بتاعتي with. فهنكتب هنا مثلا mom and dad يعني ماما وبابا، my mother and my father أمي وأبي. ممكن حد فيكو يكون راح مع حد تاني مثلا with his mom and dad and brother or sister. كل واحد هيكتب الكاركترز أو الشخصيات اللي راحت معاه في التريب بتاعته في السطر ده. فاحنا هنكتب هنا I went on my trip with mom and dad او امي وابي. طب في السؤال التالت يا اصحابي بيقول لنا what يعني ما او ماذا. what did you do، ما الذي فعلته on your trip في الرحلة بتاعتك، انت عملت ايه في الرحلة بتاعتك. what did you do on your trip، ما الذي فعلته في الرحلة بتاعتك. وهنا واضح جدا يا اصحابي ان هو بيسألنا عن الايفنتس او الاحداث اللي حصلت في الرحلة بتاعتنا. فمثلا في التريب بتاعتنا to Alexandria او الاسكندرية احنا عملنا ايه، احنا رحنا عند البحر او we went to the sea، واحنا كمان اكلنا او we ate a great meal، اكلنا وجبة جميلة جدا. فهو هنا سايب لنا two rectangles او مستطيلين وكاتب فيهم events يعني احداث. المفروض ان احنا هنحكي مثلا الاحداث اللي حصلت في التريب بتاعتنا. فهنا كاتب لك I يعني انا، فممكن تقول هنا I went to the sea يعني انا رحت للبحر، انا رحت عند البحر. I went to the sea يعني انا رحت عند البحر. ده أول event من الايفنتس اللي حصلت في التريب بتاعتي. I went to the sea يعني أنا ذهبت عند البحر. في الايفنت التانية زي ما قلنا ممكن أقول، هو كتب لنا هنا I
ممكن اقول I ate a great meal. I ate a great meal يعني انا اكلت وجبة جميلة جدا. ممكن اقول كمان I ate fish، انا اكلت سمك. ممكن حد تاني يكون الستوري او التريب بتاعته فيها ايفنتس تانية او احداث تانية، فيكتبها برضو في الريكتانجلز هنا او في المستطيلات دي ويكمل بيها السؤال ده. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو، وقوائم التشغيل الخاصة بكل دروس القناة موجودة بشكل منظم ومفصل في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو، وكمان القوائم بتاعت الترم الاول الخاصة بشرح دروس الترم الاول. لو حابين ترجعوا لها في اي وقت هتلاقوها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.